مما يحرص المسلم فيه في هذه الأيام العشر من التقرب إلى الله عز وجل الصدقة. وقد جاءت النصوص في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصدقة. الصدقة تمنع العذاب عن العبد وتحول بينه وبين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، والصدقة تطفئ غضب الرب كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. فهذه الصدقة يحرص الموفق عليها في العشر، ولو كانت باليسير